كتير. وهاخد بس تطور من رضوى روحيم. اتفضلي يا رضوى، مساء الخير. مساء الخير يا استاذ معتز. احنا دلوقتي شاهدنا على مدار ال 10 دقايق الاخيره هجوم على ميدان التحرير من بعض البلطجيه. الميدان طبعا كان في اعداد متزايده من المتظاهرين. اظن عشان انا بس يعني كنا بنجري بنهرب شويه بنبعد عن المكان. ففي الواقع متزايد عدد الناس ووجود بعض الكثيرات من الانتراس واهالي الشهداء كانوا متواجدين هنا. ففي بعض البلطجيه هجموا وبالفعل بدا في اطلاق حجاره. الناس اخذت الاتجاه العكسي بعيد خالص عن الميدان في الشوارع المتفرقه. الموضوع لسه مش واضح ولسه غامض تماما، مش عارفين مين. لكن اللي انا عايزه اقوله لحضرتك، ميدان التحرير كل اللي فيه لا هم تبع مثلا فئه او تيار معين او عشان خاطر اي مرشح معين. يعني هم مش عشان مثلا حمدين صباحي او ابو الفتوح، هم محاوله للحفاظ على الثوره وارجاع الشرعيه لميدان التحرير مره اخرى. بس هو ده اللي اقدر اقوله لحضرتك على الاحداث الجريئه. طيب انا بشكرك جدا على هذه المعلومات وارجع لك لو في اي جديد رضوى روحيم من ميدان التحرير اللي بتفيد بان في بلطجيه. المشهد المعتاد ابتدوا ينزلوا وابتدوا يشتبكوا مع المتظاهرين اللي بيطالبوا بعوده المشهد السياسي الى الميدان، رمز الثوره، ثوره 25 يناير. يا ترى ايه المشهد هيروح لفين؟ متهيألي ليس امامنا في الوقت الحالي الا الانتظار علشان نعرف ايه التطورات.